بالنسبة لهذا الملف راهو بدا من 2015 ولكن لم يبدأ بعد. إذا نحن اليوم في اللجنة العاشرة، الجلسة العاشرة عفوا، ونتمنى أن يغلق هذا الملف لأنه لا أساس له من الوقائع إلى غير ذلك. بالنسبة لي متابعات واهية وغير معقولة، ولهذا نساند هؤلاء الأصدقاء المتابعين بهذا المتابعة اللي كنعتبروها غير معقولة. إذا كون كان هناك أسس معقولة لو أنه حكم من البداية. لماذا هذه التأجيلات بين جلسة وجلسة 3 شهور؟ والهدف منها هو الحد من الأنشطة التي كان يقوم بها الأستاذ معطي منجي في إطار بن رشد، وكذلك الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وذلك لكي لا يستمر في أنشطته. ماذا هو الهدف الحقيقي من كل هذه الأشياء؟ هو عدم ممارسة كل هذه الأنشطة التي كانت على حسب القوانين الأساسية المنظمة للجمعية ديال صحافة التحقيق أو لمركز بن رشد. كذلك بأنه كذلك الحد من الصحافة المواطنة، خصوصا البرنامج المعروف ستوري ميكر التي كان منه الهدف هو تكوين واحد المجموعة من الصحفيين المواطنين.